يا عم حسن بيتك من ريحة القبر في آخر الشارع من أصوات التراويح سيالي لباب الجامع وسمعت النداء بين المحل ما انتم قاعدين ان شاء الله تكونوا كويسين في حلقه جديده من احكي بودكاست. والليله معانا هرم من اهرامات الموسيقى السودانيه ولينا الشرف انه يشرفنا في احكي بودكاست استاذ اسامه بيكلو. التحيه والتقدير لكم كلكم وللمشاهدين على امتداد الشوف والسمع. استاذ اسامه وينك؟ والله انا الفتره المضت دي ما انا بس انت كان سألت الناس دي كلها ممكن تقول لهم انتوا وين والسبب معروف يعني، لكن الظرف العام اللهم اشفي كل المرضى. انا حقيقة اصبت بذبحة وعلى ضوء عملت عملية قسطرة ودي واحدة من الموانع ودي واحدة من الظروف القاسية اللي بتمر بالناس يعني. نزل الله السلامة سلام ذاك في سلامة واحنا ذات سعيدين بأكيد طمنا عليك انك الحمد لله يعني. الحمد لله شاكر لك وجودك جدا معانا رغم الظروف الصحيه. نعم اسامه بابكر التوم. نعم بقى اسامه بيكلو. ايوه جاب بيكلو دي شنو؟ والله شوف الكويس انه بابكر وبيكلو وفي حاجات كده في البيكلو وفي حاجات في بابكر الباء والكاف وكده مشاركين فيها يعني في النهايه بكت بيكلو. بعدين بيكلو دي بالمناسبة كلمة مخففة جدا من اللغة الإيطالية وهي دي الآلة اللي أنا بعزفها اسمها بيكولو. بيكولو يعني دي كلمة كده على السودانيين صعبة جدا جدا، لكن قاموا أنا وهم خففناها ليش نو؟ لبيكلو. أنا صراحة بقيت متكيف منها والناس متكيفين منها وابوي ذاته متكيف منها، ما عنده مشكلة معاه. من صالح الاسم بدأ معاك بدري ولا بعد الموسيقى؟ بعد لا بعد الموسيقى، بعد ما بديت اعزف البيكولو. نشأتك في الحلة الجديدة؟ نعم. كان في فريق اسمه فريق المزيكا. ايوه احكي لنا عنه. هو حقيقة كلمة فريق دي معناتها حلة، وفريق المزيكا هو فريق جوا الحلة بتاعتنا. الحلة الجديدة دي هي كانت أول امتداد لقلب الخرطوم قبل ما الإنجليز يمرقوا. الإنجليز كانوا حوالينهم 25 موسيقي من موسيقي قوة الدفاع السودان. ال25 ديل قبل ما الإنجليز يمرقوا كانوا حيوزعوا الحلة الجديدة دي، فعملوا توصية بأنه ال25 ديل لازم يدوهم أول 25 بيت في الحلة الجديدة. ال25 بيت ديل هسه قاعدين، وجزء من ال25 موسيقي فضل فيهم البسيط يمكن 2 ولا 3، لكن بقى فريق المزيكا. يعني ساعة قمت سامع جدي وأبوي بيقولوا فريق المزيكا. ده احتفاء كبير بالموسيقى وبالموسيقيين يعني، عندهم بيوت بالتأكيد يعني دي اعلى درجات الكرامه يعني. اقول لك كمان حاجه غريبه، كان هناك وعد ما بين فريق المزيكا
كلية الموسيقى لأنه متقابلين في نفس المنطقة، في نفس المكان، ويمكن ما في حد يدري عن الحاجة دي، وأنا بقوله هسه عشان يذكروا الحاجة دي ويصبح في توادد ما بين فريق المزيكا وكلية الموسيقى بعد السنوات الطويلة دي. بعد السنوات الطويلة، ويمكن هسه ذاته لو دارين يعملوا أي بحث في كلية الموسيقى، أنا عملت بحث في 25 دكتور، لكن ما أفتكر أنه في واحد دكتور واحد من 25 ديل فكر للحاجة دي عشان يعمل بحث عن فريق الموسيقى اللي هو مجاور للكلية، كلية الموسيقى. بدايتك في الموسيقى كيف كانت؟ عبريات وبوابة. والله شوف، الخمسة وعشرين موسيقي من موسيقيي قوة دفاع السودان اللي توزعت لهم 25 بيت، ديل كانوا الخمسة وعشرين، لكن في ناس بعديهم ما لقوا طريقة في الخمسة وعشرين ديل، قاموا الدوم في مناطق تانية في داخل الحلة الجديدة، فيهم أستاذي وتاج راسي، أستاذنا الموسيقار موسى محمد إبراهيم. موسى دائما بتذكره، تعلمت منه شنو؟ لازم أنا أذكره، لأنه أنا أولا في فريق المزيكا، أو أنا الحلة الجديدة جزء، وإن كان أنا بعيد من فريق المزيكا، طالما أنه أنا في الحلة الجديدة وهداك فريق المزيكا، وبيني وبين موسى محمد إبراهيم وأسرته وبيته حيطة، كان لابد من أنا أتجه للموسيقى، لأنه في بيت موسى ده أنا عمري 8 سنوات 7 سنوات كنت بشوف أحمد مصطفى، كنت بشوف عثمان حسين بيجي يعملوا الغروفات في بيت موسى، عشان كده أنا ما يعني كان لازم أنا أمشي للموسيقى عشان على الأقل أعيش في وسط الناس وأعرفهم وأشوف الموسيقى دي ذاتها شنو وليه وكيف. في مدرسة الموسيقى العسكرية نعم. لعبت دور كبير جدا في إنشاء بيكلو. بالتأكيد بالتأكيد، هم حتى الناس اللي أنا يعني تكلمت عليك عنه موسيقي قوة دفاع السودان، موسيقى قوة دفاع السودان اتطورت فيما بعد خروج الإنجليز إلى سلاح الموسيقى، وفيما بعد اتطورت لموسيقى القوات المسلحة، في مدرسة محترمة جدا بتبدأ بالبويس سكول، وده منهج دراسة إنجليزي، المنهج الدراسي الموسيقي الإنجليزي الوحيد في السودان كان في داخل إطار سلاح الموسيقى، وأنا كان لازم أنا أنضم لتلك المدرسة. تقريبا تم يعني دخولك أو انتدابك لمعهد الموسيقى، وده كان حاجة ما بيحظى بها إلا الموهوبين في وقت الموهبة كانت حقيقية. والله كان في تعاون حقيقة، يعني الموسيقى زمانك كانت ما شهادات، مش لأنه أنت امتحنت الثانوي عشان تجي تخش معهد الموسيقى، في موسيقيين جايين من سلاح الموسيقى على نمط الانتداب للدراسة في معهد الموسيقى، في موسيقيين من وزارة التربية على نمط الانتداب من وزارة التربية، من الموسيقى الشرطة لمعهد الموسيقى، معهد الموسيقى أصبح من الأهمية بما كان، أنه يضيف لك إضافة كبيرة جدا من الوضع الموسيقي العسكري لموسيقى مختلفة، لأنه كان في أساتذة كوريين، وباعتبار أنه الأساتذة الكوريين حصل تأثير من المدرسة الكورية. بالتأكيد يعني أدخلوا آلات مثلا زي شو؟ أدخلوا، هم مش أدخلوا آلات، ما في آلات أدخلوهم، لكن قدروا الآلات الموجودة نظفوها كده، وأصبحت يعني حتى الكمانجة العادية دي بقت كمانجة تشتغل بالنوتة، وكمانجة تشتغل في أكثر من بوزيشن، الفلوت الكلارنيت
أدخلوا آلة واحدة واشتغلها نفر واحد ولا نفرين أو آلتين، آلة الأوبوا، ودي من الآلات المهمة جدا في الأوركسترا العالمية، وآلة الفاغوت من الآلات المهمة جدا في الأوركسترا. وللأسف الشديد النفرين ماتوا، النفرين ماتوا، وبالتالي الآلات وبقية الآلات كانت يعني بدا التعامل معها بمهنية بدراسة. حتى الآلات اللي في وسطنا الفني، الأكورديون والكلارنيت والترومبا والساكسفون، دي كلها آلات أصبح العازفين لها يتعاملوا بالنوتة الموسيقية الغربية العالمية، ودخل عليهم منهج موسيقي مختلف من المناهج الموجودة في السودان. في الإذاعة السودانية الفنانين المسجلين 210 فنان. نعم. أستاذ أسامة عزف مع 190 فنان تقريبا، لو في المعلومة خطأ صحيح علينا. والله هي المعلومة سليمة، لكن أنا بالنسبة لي قمت رصدت الفنانين اللي اشتغلت معهم. يعني هي فعلا الرصد الأولي كان 190، لكن قمت فتشت كده لقيت أنه في زي 12 كده من الفنانين كانوا رايحين مني، فقمت عملت مشيت لميتين وحبتين كده. ما شاء الله، يعني حتى عشان تحصر بتحسب ما عزفت معهم، لأنه اللي عزفت معهم ما شاء الله هم حقيقة. أنا كثير من الأحيان بيسألوني السؤال ده، بقوم بقول لهم غيروا السؤال، أنتوا أسألوني في أنه ما عزفت مع منه، ما اشتغلت مع منه. طيب أنا حسألك السؤال ده، أنت حسسني ليه ولا أنا أجاوب طوالي؟ طوالي. أنا حقيقة أنا المرق من يدي لعوامل كثير من الظروف، عشان الفلاتية والكاشف، لكن كل من يخطر على بالك. أنا أحكي لكم حاجة لذيذة كده، الوليدات الثلاثة بيمشوا المدرسة، بنكون قاعدين أنا والمدام في المطبخ بنفطر، ما تعرف شنو، كان الراديو شغال، فقاعدين كده جات غنية فيها صفارتي المميزة اللي هي بتعرفها، هي بتعرفها، بتعرف صوت صفارتي. فقامت قالت لي يا أسامة ده ما صوت الصفارة بتاعتك، قلت لها بالحيل، وده منو ده؟ قلت لها ده بلاص، بلاص ده منو ده؟ يا قلت لها يا اخي انت مالك يا اخي، انت ما تحكي يا جديد، انت احسبيه كده من ضمن الشنو؟ اللي كانوا رايحين مني، وهسا انا حاسس ذكرتهم. هسا انا ذكرتهم، فكل من يخطر على البال. لكن الغنى يعني مثلا غنى الكاشف اكيد انت عزفته مع في مقطوعات، اكيد تخيلت نفسك في المسرح؟ هو شوف انا ما تخيلت نفسي، لانه انا قاعد اشوف موسى محمد ابراهيم معه، انا ما اقدر اتخيل، عشان بعد ذاك بتكون كده صعبه كده شديد علي. مقامات بالضبط كده، بالضبط كده، انا قاعد اشوف موسى وهو ده الاعجاز والانجاز بالنسبه لي والحاجه السمحه. كنت اصغر عازف في فرقه صلاح من الباديه. ايوه. ما تجربه عظيمه انت داخل فرقه زي دي، اكيد مدججين بالموسيقى زي ما بيقولوا زملائك في وقتها. بالتاكيد، وكانوا عباقره من الموسيقيين الافزاز. شافع صغير عمري 16 17 سنه، وبعدين انا ذاتي في حتات، انا اول رحله سافرتها كان مع صلاح من الباديه الصومال، وفي حفلات كثيره بقوم بجي داخل كده بقوم بيطردوني، زح يا ولد امشي يلا من محل الفنانين، امشي يلا. بعدين زمان الفنان فنان يعني ما يكون زول يا اخي معاه الشافع ده ما ممكن بيطرد طوالي، وبقوم بحترم نفسي بطرد نفسي ذاتي. انا في الصومال دي بقى ما في لغه التعامل بيناتنا، عشان انا اوريهم انا في الفرقه بتاعت صلاح من الباديه كانت مشكله كبيره جدا، لغايه ما تطلع المسرح ويسمعوك. لغايه ما شنو؟ ساعتهم طلعوا المسرح وانا ما جيت، قاعدوا يفتشوا يلقوني واقف في الشارع. يلقوني واقف في الشارع وكده، حاجات كثيره انزل يا ولد. لكن اثبت وجودك في فرقه زي دي يعني. بالتاكيد. تحدي بالنسبه لي. بالتاكيد. شوف انا قاعد اقول انه صلاح من الباديه هو ابوي الفني، زي
ابوي بابكر التوم، صلاح من الباديه هو ابوي. صلاح من الباديه اذا عنده اي مكان داير يمشيه بيجيب ورقه، لاحظ انه عنده اولاده بيشتغلوا معاه، بيجيب ورقه بيكتب اسامه بابكر التوم وبيديهم الورقه، بيتموا بقيه الناس بما فيهم اولاده. وده مقام، وده تقدير، وده احترام. حسن والشيخ والبنات كلهم اخواني، وانا اخوهم الكبير. حقيقه انا لغايه هسه بترحم عليه، ولغايه هسه ساعه اتذكره ببكي يعني. ربنا يرحمه ان شاء الله. الحمد لله. انضمامك يا استاذ لفرقه العملاق محمد وردي. نعم. بتذكر يا فتره كانت؟ هو صلاح البالي ده ساعتها انا اشتغلت معاه في سنه 75، كانت في اغنيه جديده اسمها طبع الزمن، ودي كنت انا محظوظ بها جدا. اول تعامل مع صلاح البالي من حيث الموسيقى والغناء، اتعامل مع اغنيه ضخمه، ونفس الشيء دي يتكرر مع منه مع محمد وردي. كان ساكن في شارع 61 هنا، نادوني وكلموني، وهو عرف انه حيجي عازف بتاع بيكلو، انا كنت بشتغل بيكلو وفلوت مع بعض. جيت شايلهم الاثنين. اول يوم انا اشتغلت مع محمد ورجي كانت جميله مستحيله. دي اول اغنيه اشتغلت دي اول اغنيه اشتغلتها مع محمد ورجي، مع محمد ورجي، وكان في العام 77 78 تقريبا. محمد وردي مدرسة عظيمة. محمد وردي كان يجود حاجته تماما. محمد وردي كان معه فرقة موسيقية، عباقرة، كان معه فرقة موسيقية، وبرضو أنا قاعد في وسطهم كنت بكون مسكين، لكن شنو مسكين كده، بس تكون لابد، بكون لابد، لكن شنو خطيت الفلوت على جنب، مسكين الفلوت. قلت يا ولد أنت تتعامل مع شنو، مع القصة دي بالبيكلو، الصوت وشنو قوي. وفعلا اتعاملت مع البيكلو على ضوء البيكلو من أول يوم في جميلة ومستحيلة. بعد بداية 5 دقائق أنا كان طلعت لي بسولو في أول مرة تتعزف. في أول مرة تتعزف، ويمكن ما 5 دقائق، أقل، بداية في المقدمة الموسيقية. شنو من الأغاني تاني بتتذكرها مع محمد وردي اللي كان في البدايات، يعني نتكلم عن فترة البدايات، اللي أنت برضو طلعت فيها سولو أو تميزت فيها؟ يا ناسينا يا مجافينا حن علينا. انت برضه حن علينا، ما والله انتوا حنوا علينا، عليكم الله. هجرت الامارات وقعدت فيها سنين. نعم. سنين عدده. نعم. واشتغلت في تدريس فيها. نعم. الرحله دي بدت كيف وليه؟ والله هو يعني يمكن في سياق الحديث كنا بنتكلم عن محمد وردي قبل شويه. مشينا نحن رحله فنية مع محمد وردي.
لقيت واحد قريبي هناك كان التأشيرة لدولة الإمارات صعبة جدا، لازم تأخذها مسبق من السفارة من هنا، لازم تمشي بعقد وكده أو لعمل رسمي وكده. فقام قال لي يا أسامة والله شوف صراحة أنا بعرف أمك وأبوك أنهم هم محتاجين لك في أنه أنت تساعدهم وكذا، بس أنت دخلت البلد فأنا بقترح أنه حتى لو ما جبت أوراقك شهاداتك بقترح أنه تقعد وحتشتغل لا محالة. فعلا قعدت واشتغلت، بس الكويسة أنه أنا اشتغلت في مجالي فعلا، رسلت مجال الموسيقى ومجال التدريس بالتحديد. وفي مجال التدريس ده كانت حاجة جديدة بالنسبة لي وإضافة جديدة بالنسبة لي، لأنه أنا كنت معلم تربية موسيقية في وظيفة محترمة، يمكن مشيت خطوتين وصلت مساعد موجه. مساعد موجه دي يعني و... في تطور ملحوظ بالضبط كده. أنا نفسي ما قايل أنه أنا ممكن أصل المرحلة دي، لأنه عملية التدريس يعني عملية صعبة، عملية التدريس هناك بيقول عليها مادة لا منهجية، أنت اللي بتعمل المنهج، أنت اللي بتعمل المنهج وأنت اللي بتدرس به والأولاد، وأنت اللي بتجذب به والأولاد، وأنت اللي بتهذب به والأولاد. فكانت تجربة محترمة، وعملت لي مجموعة من الطلاب اللي امتدت على اختبارهم لغاية، ودي حاجة اللي بتقعد إنه زول من يعلم علاقته بالطلبة. عملت فترة برضو كمنفذ موسيقي لشركات الإنتاج الفني، أيوة تقريبا شركة حصاد، شركة البدوي، عندك تجارب كانت فيها. نعم، وحقيقة أنا عبركم أذكر تماما، وأنا ممتن جدا لشركة حصاد اللي هي الرائدة في مجال الكاسيت. اشتغلنا معاهم كمنفذين، نحن مجموعة من الموسيقيين المستنيرين الموسيقيين، وكان على رأسنا أستاذنا يوسف الموصلي، هو كان سبقنا في التدوين وفي التوزيع وفي كذا. كان لابد من الموسيقى والموسيقيين يتطوروا، بحيث أنه لابد من التعامل مع الموسيقى باحترافية. عملت نقلة حصاد يعني؟ نقلة كبيرة صراحة. وفي شركات من بعدها، الروماني والسناري، ويمكن طالت الفترة والكاسيت أصبح في تعداد اللا شيء، لكن كان له تأثير. يعني إحنا كان لنا تأثير، يعني أنا بالذات كنت بفتكر أنه كثير بحس بأنه بيطلبوني في أنه أنا أكون منفذ لكثير من الشرائط، ودي كانت برضو حاجة كويسة بالنسبة لي، كانت كويسة بالنسبة لي لأنه تعاملت فيها مع المعكحكعين ومع الشباب ومع محمود عبد العزيز ومع كثير، وحيدر بورسودان، وعبر شركات. صراحة كانت تجربة سرة، يعني كنت في النص ما بين أجيال، يعني اشتغلت مع جيل بالضبط كده، وجيل من الشباب كده. كان عندك تجربة برضو في الكتابة تقريبا، كتابة في الموسيقى نفسها المبتدئين بالضبط كده. كان هو طبعا انت اذا ما انت طورت نفسك ما في زول بيطورك، ودي حاجة لها علاقة بدراسة الموسيقى. انت دراسة الموسيقى دي انت ممكن تكون يجيبوا لك نوتة تعزفها، نوتة موسيقية انت تعزفها، لكن كونه تكون متخصص في انه انت تكتب النوتة دي للي بيعزفها دي مرحلة أبعد ومتقدمة وعميقة جدا، صعبة جدا. انت بتدخل في الحاجة في جواها عشان تديها للزول يعزفها لك كمنفذ موسيقي، ودي حاجة يعني عايزة قدرات عالية جدا، وعايزة يعني هسه أنا مشهور بالحاجة دي، ويعني هي حاجة كويسة جدا، حاجة كويسة. برضو زي ما في الكتب أو في الكتابة أو في التدريس كان عندك في التأليف الموسيقي أو ألبوم خاص، شيء في الخاطر تقريبا
ده تقريبا الالبوم الاول. ده الالبوم الاول، ده الالبوم هيكون عزيز عليك، احكي لنا التجربه شديد يعني. ما هو كمان برضو ان احنا قاعدين نتكلم هسه في سياق التطور يعني. ما هو انا عزفت كتير مع كتير من الناس، بيبقى انا ما اعزف لنفسي والف لنفسي زي ما كنت بشتغل موسيقى الناس وموسيقى الناس وغنية الناس. بديت اجرب انه انا الف موسيقى تشبهني وتشبه الآلة اللي انا بعزفها، ويكاد يكون يمكن لأول مرة في العالم يكون في ألبوم خاص بآلة البيكلو. البيكلو دي دائما تشتغل في حتات عشان تسد الفراغات، تشتغل حينما يصمت الآخرين، لكن عشان تأدي دور هي دي كان من الصعوبة بمكان، لكن قدرت كيف أختار لها النغمات وأختار لها التوزيع المناسب بحيث أنه عملت مؤلفات موسيقية عزيزة على قلبي جدا. لو تكلمنا عن الحاضر وهو قد يكون ماضي لناس كتار وما زال حاضر الحمد لله وحيكون مستقبل التجربة الثرة مع الباش كاتب الأستاذ محمد الأمين. والله الأستاذ محمد الأمين حقيقة يعني إذا تكلمنا عن الموسيقى وعن الغنى إجمالا ككتلة واحدة كده، نخلي محمد الأمين نتكلم عليه براو كده. محمد الأمين يمتاز بعبقرية عالية جدا. محمد الأمين مؤلف موسيقي بارع جدا. محمد الأمين يمتلك مهارات وضع المقدمات الموسيقية اللي صعب جدا يعني. احيانا تكون في اغنيه جديده نحن نكون محتارين في انه هو مش قاعد يعزفها بالعود، نحن محتارين في انه نحن حنعزفها كيف، لكن بنلقى نفسنا عزفناها. وده من شنو؟ ده نابع من عبقريته. زي شنو من الاغاني انت حسيت انها حتكون صعبه لكن تمكنت فيها ولقيت قبول كبير في الجمهور؟ سوف ياتي. انا كلفت بتدوينه موسيقيه، وانت ساعة تدون الحاجة بتغوص في داخلها تماما، بتغوص تماما. التدوين سوف يأتي كان يعني قدرت أعرف خباياها. مريت على طائرة الأحلام. طائرة الأحلام دي والله أنا أشوف أنا داير أوجه كلام لناس الكلية دي، أنتوا والله لو عندكم بحث ولا عندكم دكتورة ولا عندكم ماجستير عايزين تعملوه عليكم الله، أمسكوا الباش كاتب ده. الباش كاتب ده اصلا يعني هو مقامه اعلى من البروفيسوريه، ومقامه واغنياته تستحق ان يعني تكون في مكان وفي مقام عالي. ده درس كبير شديد منك، وان شاء الله انه ياخده من ما بدي زي ما بدينا بالكليه والحله الجديده. دارين نختم بالاسره الصغيره الكبيره ابتسام في حياه اسامه والاولاد. يا اخي والله ابتسام دي صراحه أنا ما قاعد أداري عمري كم، لكن بداري على عمره كم، بداري عليه عمره هي بالتحديد. يعني أنا عمري أنا عجوز جدا، ما تشوفني كده شباب، احنا شايفينك والناس كلها شايفينك عجوز. شفتها يعني 64 سنة، 64 سنة في السودان المفروض يدوق جائزة نوبل لأنه الكبر. الموسيقى هي العامدة لك والله، غايته ده سر الموسيقى زي ما بقولوا. لكن ابتسامي أنا لو ما ابتسام، لو ما ابتسام هي ابتسام عبد الله، وهي بالجزيرة، بالجزيرة أصيلة عندي منها سامر الموجود في الإمارات هسه، وسماح العسولة البيناتهم ما بين سامر ووايل. وايل ده قاعد معانا هنا بالمناسبة، سماح دي في النص. يا أخي ذيل أجمل حاجة في حياتنا، وابتسام دي يعني أنا صراحة ما عارف انا اعمل لها شنو، ويعني مهما مهما تكلمت عنها هي مقامها عالي. ربنا يديها الصحة والعافية، وان شاء الله تكون دائما يعني هي لولا وجودها زي ما انت قلت. وده ما كسرت لك، ما كسرت لك، لكن شنو ده تقدير لمكانتها.
حاجة عظيمة. لكن ده موسيقي طبيعي إنه يكون عنده مشاعر حساسة تجاه أسرته. أولادك دين ما حسيتهم أغاني قبل كده أو مقطوعات موسيقية؟ سامر جينيتكس كده في جواه ماشي في اتجاه الموسيقى، مع إنه هو قرأ هندسة، قرأ هندسة، هو موسيقي تماماً، بيعزف معاي كمانجا. في فترة من الفترات أنا عملت فرقة موسيقية صغيرة، هو كان من ضمنها. مشى في اتجاه الموسيقى وفي اتجاه الكمانجا، إحساسه عالي جداً بالموسيقى وإحساسه جد عالي جداً بالكمانجا بالتحديد، ودي آلة صعبة. أيوه. أما سماح دي مشت في اتجاه هي بانكرز. أما وائل القاعد ده والله ده متحالف مع أمه، شفتها دقرة حسابات وشفتها قاعدين هو أمه، أنا قاعد لك أنت بالحسابات والله إنهم حسابات تلقاهم قاعدين كده ويحسبوا بس. شكرا لك كثير أستاذ أسامة، كنت معنا في رحلة وإن شاء الله تكون حكيت فيها يعني، وتخليناك تحكي يعني، سمعناك كثير بالموسيقى وشفناك في المسرح، لكن إحنا سعيدين إنه سمعنا جزء من حكايتك، وإن شاء الله لسه أنت حتحكي وحتحكي. يا أخي أنا والله أشكركم جدا نيابة عن أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة اللي هم أخواني وأشقائي اللي برضو هم بحبوني وأنا بحبهم. يعني صراحة أنا سعيد جدا بأنه أنتم مرقتوني من سنتين أنا قاعد في البيت. أنا أشكركم جدا جدا، لكم التحية والتجلة، وما أنتم كل المشاهدين والمستمعين على امتداد البث. رأينا قريب في المسرح إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك كثير. شكرا جزيلا. شكرا. حسيت بيتك من ريحة الأبر في آخر الشهر.